الرئيس السيسي واجه مواصلة تنفيذ الخطط التنموية بمحافظة الوادي الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة. القوات المسلحة تعلن مقتل 10 إرهابيين والقبض على آخر في شمال سيناء والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر. وزيلينسكي يقيل رئيس أجهزة الأمن في خاركيف، والاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات سادسة على روسيا. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضراتكم واستهلالها مع دانا مدحت. أهلا بك دانا. أهلا بك همام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع محافظي الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح. كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة. واستعرض أيضاً السيد محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة الذي يضم كافة المقررات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة. أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات ستمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، مؤكدا في هذا الصدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الأردني بشر الخصاونة على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق المبادرة. وقال مدبولي إن المقومات الاقتصادية والصناعية التي تمتلكها البلدان الثلاثة بالإضافة إلى علاقات الأخوية الاستثنائية التي تربط قيادات مصر والأردن والإمارات ستشكل قوة دفع هائلة في سبيل تحقيق تطلعاتهم نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات. كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد النهيان قد شهدوا مراسم التوقيع على وثيقة مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. يأتي التوقيع على وثيقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادات السياسية في مصر وفي الإمارات والأردن، وتماشيا مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها، ولتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي، وذلك بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وفي تعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة.
وفي كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيدا واقعيا وتنفيذا عمليا لتحقيق التكامل العربي. وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجا لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية وتحويلها لفرصة يتم اقتناصها. في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخويه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة في شهر رمضان الماضي. فما نوقعه اليوم يمثل تجسيداً واقعياً وتنفيذاً عملياً لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ذلك الهدف الذي كان حاضراً في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة الثانية فقرة ألف من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري وأمور الزراعة والصناعة. كذلك فإن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنة تحدق بنا إلى منحة وفرصة نسعى لاقتناصها ونتطلع من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عز علينا إدراكها على مدار عقود طويلة، وأعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية. كما أوضح رئيس الوزراء أن وثيقة التعاون الثلاثي التي تم توقيعها سوف ترفع من سقف الأمال والطموحات ليس فقط لدى شعوب الدول الثلاث وإنما أيضا لدى كل الشعوب العربية، والتي تتطلع لأن ترى تكاملا وتعاونا اقتصاديا حقيقيا ما بين الأقطار العربية. لعلكم تشاركونني الرأي في أن وثيقة اليوم سوف ترفع سقف الأمال والطموحات ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين أقطارها، تعاوناً يتناسب مع حقيقة أن سعي العرب نحو الوحدة والتكامل كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر. ولذا فإني أذكر نفسي وأذكر كل الأشقاء المسؤولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي بأن هناك الكثير من المجهود الشاق والعمل الدؤوب وغير التقليدي، وأؤكد هنا على غير التقليدي، الذي يتوجب علينا جميعا بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا دقيقا وفق جداول زمنية محددة حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاثة. وفي هذا الإطار فإنني أتوجه بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة بتوجيه فخامته لإنشاء صندوق استثماري تديره ADQ باستثمارات 10 مليار دولار أمريكي لبدء تنفيذ هذه المشروعات. كما استعرض مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية خاصة في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، وأشار لأن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في مجالات عدة. اسمحوا لي أن أوجز سريعا بعض ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى الأخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي الذين يمثلان محورا هام من عملية التكامل بين بلدينا. فقد اهتمت جمهورية مصر العربية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في كافة مجالات البنية الأساسية والاقتصاد المصري، وعلى رأسه قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يخص قطاع الصناعة
فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية منها جائحة كورونا فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50,000 رخصة تشغيل جديدة لمصانع أنشئت في خلال الخمس سنوات الماضية. 50,000 رخصة تشغيل جديدة لمصانع تنشأ لأول مرة، وبمتوسط 50 فرصة عمل في كل مصنع، فنحن نتكلم على حوالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار الخمس سنوات الماضية، مما مكن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر أن يحقق نمواً بلغ أكثر من 20% في عام 2021 بالرغم من جائحة كورونا، وهو ما أدى أن يحقق هذا القطاع وهو قطاع الصادرات غير النفطية أكثر من 32 مليار دولار صادرات خلال عام 2021. وأيضاً وعلى الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الثلاث أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 21%، مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من كل هذه الأزمات. ومن المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نمواً بنسبة 6.2% في العام المالي 2021-2022، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات فيما يعد نسب النمو في خلال هذه المرحلة. صرح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن القيادات التنفيذية في مصر وفي الإمارات والأردن كان لديها توجه بسرعة العمل على صياغة استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية تهدف إلى وضع رؤية للتكامل ما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية. تصريحات مدبولي جاءت خلال حوار مع وسائل إعلام من مصر والإمارات والأردن على هامش فعاليات إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في أبوظبي. هذا ونوه رئيس الوزراء بأهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ الشراكة التكاملية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوب الدول الثلاث. وفي حوار مع وكالة أنباء الإمارات قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من كافة السلع الرئيسية لمدة تصل إلى 6 أشهر، مؤكدا وجود خطة لمضاعفة الصادرات المصرية وتعزيزها لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة. خطتنا ستستمر على العمل على ترشيد الاستهلاك المحلي وزيادة العمل على التصنيع المحلي وتوطين الصناعة المحلية لتوفير السلع الاستراتيجية، وهذا النوع من التكامل والتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية الشقيقة لكي نحقق معا نوع من الاكتفاء الذاتي في خلال المرحلة القادمة. وجزء آخر من المهم هو العمل على تعظيم صادراتنا، ويمكن هنا برضو نجد أن بالرغم من المحنة الشديدة اللي موجودة، ولكن لدينا فرصة كبيرة مع نقص سلاسل الإمداد والمنتجات في العالم كله، أن مصر لديها الكفاءات والقدرة والبنية الأساسية أن تزيد من صادراتها وتضاعفها. ولدينا الهدف إن شاء الله اللي بنحاول كلنا أن احنا نحققه للوصول بصادراتنا إلى أكثر من 100 مليار دولار في خلال العامين والثلاثة القادمين إن شاء الله. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن اللقاءات المستمرة التي تجمع بين قادة مصر والإمارات والأردن تثمر عن مستويات متقدمة من التنسيق، وتوجه إلى أهمية العمل التكاملي مع الأشقاء في البلدان الثلاثة على مختلف الأصعدة. هذا وأضاف الخصاونة أن مقتضيات الشراكة التكاملية تستهدف تحقيق استراتيجية عميقة الأثر على الدول الثلاث وعلى شعوبها، ومن أهمها تحقيق طفرة في سلاسل التشغيل بما يكفل استدامة تدفق السلع. تواصل القوات المسلحة أعمالها الناجحة في مكافحة الإرهاب وتتبع ومحاصرة العناصر الإرهابية في شمال سيناء، حيث تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية
وتم محاصرتها ومداهمتها. وأسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 إرهابيين شديد الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر. في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها. ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد من الأجهزة اللاسلكية. وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية وعدد 2 خزنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة. هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. قد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، نتابع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 420 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 248 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 98 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 773 قطعة سلاح ناري، أبرزها 107 بندقية و77 بندقية آلية و35 مسدسا و551 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل 1171 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,003 حكماً قضائياً، من بينهم 1,728 حكم جناية و168,140 حكم حبس و228,581 حكم غرامة و64,554 حكم مخالفة.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضموا 52 متهماً قاموا بارتكاب 116 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 112 متهماً، كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1209 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 111.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 756.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد على 33.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 10.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وقرابة 23,000 قرص مؤثر، وأكثر من 12,500 قرص ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه تقريباً. وتم ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة تمكنت من ضبط أكثر من 400 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 136 طن مواد غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 20 طناً. وفي مجال قضايا المخابز فتم ضبط أكثر من 600 قضية، من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و 91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 111 طن قمح محلي. ناقش مجلس الشيوخ في جلسة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إجراءات الحكومة من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمية. هذا واستعرضت الجلسة خطة الدولة لزيادة السعة التخزينية من محصول القمح بالصوامع، فيما أحال رئيس المجلس 20 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم إزاء ما جاء بها من توصيات. في جلسته العامة ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الخارجية. أزمة عالمية، مصر مش بس مصر الحقيقة متأثرة بيها، لكن كل دول العالم سواء كانت غنية أو فقيرة. بنتكلم على أزمة في سلاسل إمداد الغذاء، بنتكلم على حرب روسية أوكرانية أثرت على كتير من السلع الاستراتيجية اللي بتحتاجها كل العالم، وتحديدا زي القمح مثلا. مصر من أكبر مستوردين القمح في العالم وبتعتمد بشكل أساسي على روسيا وأوكرانيا، وده بالتأكيد أثر على عدد كبير جدا من السلع الاستراتيجية اللي بتمس المواطن بشكل مباشر. النهاردة يمكن وزير التموين مشكورا تفضل بعرض برؤية الوزارة واستراتيجيتها والإجراءات اللي خدتها علشان تضمن أن يكون في احتياطات استراتيجية من بعض السلع، تضمن اكتفاء ذاتي لبعض السلع. والحقيقة طمن المجلس وطمن السادة النواب على وجود احتياطي يمكن يمتد لخمس شهور أو 5.1 شهر، وده الحقيقة رقم ممتاز جدا، نتمنى يوصل لست شهور طبقا لتكليفات السيد الرئيس. ويمكن دي أزمة العالم كله دلوقتي بيشهدها بقى، طبعا بعد جائحة كورونا وما ترتب عليها، ثم بعد كده أزمة الأوكرانية الروسية، وعلى أساس ده أثر بشكل كبير جدا على توفر الغذاء في العالم كله. يمكن مصر بالفعل قدرت بشكل أو بآخر تتعامل مع هذه الأزمة، والحمد لله رب العالمين قدرنا إن احنا نواجهها،
ولكن ده محليا. فبالتالي لدينا كثير جدا من الاستفسارات المتعلقه بطبعا الفجوه الموجوده بين احتياجاتنا ومواردنا المتعلقه بانتاج القمح. بنتكلم عن السلع الاساسيه والغذائيه، بنتكلم عن مستودعات الاغذيه المتوفره ومدى ملائمتها لتوفير احتياجاتنا، هل سيكون هناك تعاقدات زي القمح مسبقه وبالتالي هي بنطلق عليها الزراعات التعاقديه او غيرها. اتصور ان هذا كان يوم مسمى وان شاء الله الايام الجايه يكون اداء بشكل افضل بكثير. وخلال الجلسه كشفت الحكومه عن خطه الدوله لزياده السعه التخزينيه من محصول القمح بالصوامع والزيت بمستودعات الزيوت بالموانئ لتحقيق الامن الغذائي بفضل توجيهات القياده السياسيه. المهم النهارده ان احنا نتناقش مع الحكومه، نستوضح منها رؤيتهم ايه، ايه الاجراءات اللي ناويين يعملوها. حقيقة برضو علشان نكون منصفين، الحكومة عملت جهد كبير جدا في الفترة اللي فاتت لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وده كان أمر إيجابي جدا. المهم في اللي جاي هنتعامل إزاي مع الأزمة، لأن هذه الأزمة تبدو أنها حطول شوية، فمهم أن احنا نطمن ونعرف بصورة واضحة لينا كنواب وللأمة المصرية كلها الأوضاع عاملة إزاي. ده أمر. الأمر الثاني كان مهم جدا أن احنا نتكلم في مسألة الدعم التمويني وإزاي يبقى نضمن أن وصول هذا الدعم فعلا لمستحقيه. وفي بداية أعمال الجلسة أحال رئيس المجلس 20 اقتراحا برغبة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، وذلك لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات. تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بوجود 24 كيانا عضوا ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات للمجتمع المدني وكذلك بعض الكيانات الخدمية. المزيد عن التحالف في سياق العرض التالي. أدانت مصر سماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وحذرت وزارة الخارجية في بيان، حذرت من مغبة هذه التطورات التي تنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص للمسلمين، وعلى ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ولكافة مقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. هذا وحضر سامح شكري خلال استقباله الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح من مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما أعاد وزير الخارجية التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذلك مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين يقود من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة. من جانبه أعرب الفريق الرجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومساعيها المقدرة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 8 إصابات في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، مضيفا أن معظم الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. كان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وسط انتشار كثيف لقوات الأمن الإسرائيلي بالقدس الشرقية المحتلة لمواكبة مسيرة الإعلام التي ينظمها متطرفون يهود. وأقالت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية، مضيفة أن المصلين والمعتكفين المحاصرين واجهوا الاقتحامات بالتكبير والهتاف. وذكرت أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان أثناء تواجدهم قرب باب السلسلة. أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد. جاء ذلك بعد أن أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني خلال اجتماع برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ. بحث اجتماع المجلس برئاسة البرهان مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني. هذا وترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ترأس الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية مسار دارفور. ووجه الاجتماع بالإسراع بتخريج قوة حفظ الأمن الموجودة في معسكر جديد في الموعد المتفق عليه في الفترة من 6 وحتى 15 من يونيو القادم، وذلك تنفيذا لبند الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان. ناقش مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماع برئاسة رئيسة الوزراء نجلاء بودن ما تم إنجازه على صعيد محاور البرنامج الوطني للإصلاح. كما استعرض اجتماع الحكومة التونسية مدى تقدم دخول الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي حيز التنفيذ، خاصة المتعلقة منها بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار. زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وقال زيلنسكي أثناء تفقده المدينة إن القوات الأوكرانية ستقاتل حتى النهاية. هذا وتعد خاركيف ثانية مدن أوكرانيا التي تعرضت للقصف بشكل يومي منذ بدء العملية العسكرية، فيما تشهد المدينة حاليا هدوءا منذ أسابيع عدة بعد انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إقالة رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف. وفي خطابه اليومي أبرز زيلينسكي القرار بأن رئيس الأجهزة الأمنية بالمدينة لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، ومشيرا إلى أنه فكر فقط في نفسه بحسب تعبيره. قالت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ الروسية دمرت رسانة كبيرة من أسلحة الجيش الأوكراني في مدينة كريفي ريف وسط أوكرانيا. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 في منطقة دنيبرو. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد ما زال مستمرا، موضحة أن القوات الروسية نفذت هجمات عدة في المنطقة باستخدام المدفعية. هذا وأكدت أن المعارك اشتدت في إقليم دونباس. من جانبها أعلنت موسكو سيطرتها على بلدة ليمان التي تشكل معبرا نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك. يدرس ممثل الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع يهدف إلى إزالة العقبات أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو تتضمن حظرا تدريجيا على النفط الروسي. ويسعى الأوروبيون إلى التوصل لاتفاق بشأن العقوبات الجديدة قبيل الاجتماع المرتقب لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. قال روبرت هابك نائب والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أن الوحدة الأوروبية بدأت بالانهيار جراء العقوبات ضد روسيا. هذا وطالب ألمانيا باتخاذ موقف في القمة المزمعة لمناقشة حظر النفط الروسي بدلا من الامتناع عن التصويت بسبب الانقسامات داخل الحكومة الألمانية، كما وجه نداء مماثلا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه من أجل التوصل إلى حل وسط فيما تعلق بحظر النفط الروسي يرعى فيه مصالح الدول المتضررة، وفي الوقت نفسه يشدد الخناق على موسكو. الاتحاد الأوروبي اقترح حظر النفط المنقول بحرا من روسيا مع تأخير القيود على الواردات عبر خط أنابيب رئيسي. المفوضية الأوروبية أرسلت اقتراحا للحكومات الوطنية يتضمن تجنب شحنة النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، حيث ستلغي الدول الأعضاء تدريجيا واردتها من الخام المنقول بحرا في غضون 6 أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون 8 أشهر. المقترح الأوروبي سيمنح مزيدا من الوقت لبودابست لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، كما سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية. ويحظر المشروع تقديم المساعدة الفنية أو خدمة السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون 6 أشهر، وأيضا أي خدمات أخرى مثل توفير التأمين للشحنات. كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل، حيث منحت المجر وسلوفاكيا مهلة حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين منحت جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024.
وقامت روسيا خلال العام الماضي بشحن 720 ألف برميل يومياً من الخام إلى المصافي الأوروبية عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة، ويقارن ذلك بكميات منقولة بحراً تبلغ 1,570,000 ألف برميل يومياً من موانئها على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي. أعلن عضو مجلس الفيدرالية الروسي أندريا كليشيس أن توريد الحبوب الروسية إلى دول العالم سيكون مقابل الدفع بالروبل الروسي، مشيرا إلى ضرورة أن تتم جميع الصفقات وفق هذه الآلية. كان وزير الزراعة الروسي ديمترو باتروشيف قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إمكانية التحول إلى تسليم الصفقات بالعملة المحلية الروسية الروبل. يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لاحتواء موجة تضخم كبيرة تضرب البلاد بل والعالم أجمع. المزيد في سياق هذا العرض مع الزميلة داليا أبو عميرة، نتابع. أهلا بكم. لكبح جماح التضخم الذي يضرب الولايات المتحدة والعالم أجمع، تتزايد التكهنات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، إذ يرى أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك أن ضغوط الأسعار ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يتطلب رفع نسبة الفائدة مرة أخرى بعدما تم رفعها بواقع نصف نقطة مئوية عند فاصل 75% خلال مايو. اتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى جاء بسبب ارتفاع معدل التضخم الأمريكي الذي لا يزال في أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، ويفوق هذا بكثير هدف البنك والذي كان عند حدود 2%. ومن خلال رفع أسعار الفائدة تجعل البنوك عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، بينما تشجعهم على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة. وفي مثل هذه الحالات يشهد العديد من الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق. وسيؤدي هذا بحسب التوقعات إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات والتأثير على القوى الشرائية، ما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار. وفي تلك الأثناء وصف اقتصاديون هذه الإجراءات بأنها أكثر خطوات الفيدرالي الجذرية خلال 3 عقود لمكافحة التضخم، مشيرين إلى أن الإجراءات ستجعل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو منزل أكثر تكلفة، وهو ما سيضاعف الضغوط المالية على الأمريكيين. لكن هذه القرارات تدفع العالم لخطر إحداث تباطؤ اقتصادي حاد، لا سيما مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الأخيرة في الصين بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 من جديد. الفيدرالي الأمريكي الآن إذن أمام معادلة صعبة، وهي محاولة كبح التضخم دون إحداث ركود. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ناظره الصربي ألكسندر فوتشيتش هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بينهما. وقال الكرملين في بيان له إن الجانبين اتفقا على توريد الغاز الروسي إلى صربيا دون انقطاع. أكدت شركة غاز بروم الروسية أنها تواصل إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. هذا وأضافت أن الإمدادات عبر نقطة دخول سودغا بلغت 44 مليون و100 ألف متر مكعب، ارتفاعا من 43 مليون و960 ألف متر مكعب يوم السبت.
قالت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني كاترينا روزكوفا إن ميزانية البلاد تلقت 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأشارت روزكوفا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريا لتغطية عجز الميزانية الحكومية، وتتوقع كييف تلقي هذه الأموال من الشركاء الدوليين. شهد رئيس الأمريكي جو بايدن وقرنته مراسم تأبين ضحايا حادث إطلاق النار بمدينة يوفالدي بولاية تكساس، والذي راح ضحيته 19 تلميذا واثنان من المدرسين. هذا كما التقى رئيس الأمريكي جو بايدن بعدد من ذوي وأسر ضحايا الحادث، حيث وعد بمواصلة التحقيقات لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. كانت التحقيقات قد أفادت بأن المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما كان في حوزته مسدس وبندقية شبه آلية وخزائن رصاص ذات سعة كبيرة. ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة ريسيبي شمال شرق البرازيل إلى 44 حالة وفاة و56 مفقودا. ومع توقف الأمطار استأنف نحو 1200 شخص البحث عن المفقودين والمحاصرين، وذلك بمروحيات وقوارب. وتسببت العاصفة بانزلاقات أتربة على سفوح التلال وفيضان أنهار وسيول كبيرة من الوحل جرفت كل شيء في طريقها. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار أجاتا تشكل في مياه المحيط الهادئ المكسيكية، ومن المتوقع أن يشتد قبل أن يصل إلى الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. قالت هيئة الأرصاد الوطنية المكسيكية إن الإعصار سيسبب أمطارا غزيرة، محذرة من انزلاقات للتربة وارتفاع منسوب الأنهار فضلا عن الفيضانات. إلى مشاهدينا مع وقفة مع أخبار الرياضة. يختتم فريق الأهلي استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر غدا الاثنين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه والثالثة على التوالي. أكد نادي الأهلي أنه لم يتلقى أي مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص احتمالية توقف تقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يخوضها الفريق غدا أمام الوداد المغربي. شدد الأهلي على أنه طالب من الاتحاد الإفريقي ضرورة التأمين الكامل لبعثة الفريق وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء، حيث تقرر أن يتم تغيير مقاعد بدلاء الأهلي خلال المباراة إلى الناحية اليمنى بدلا من الجهة اليسرى لتكون مقاعد الأهلي بجوار مدرجات جماهير الأهلي في ملعب مركب محمد الخامس، كما تم توفير مدخل خاص لبعثة الفريق واللاعبين والجماهير من أجل دخول ملعب الذي ستقام عليه المباراة بعيدا عن جماهير وفريق الوداد المغربي حفاظا على سلامة الجميع. من جانبه أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه جاهز تماما لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا أمام الوداد المغربي بملعب الأخير، موضحا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لأن كليهما يسعى للتتويج باللقب القاري. لعبنا 15 مباراة حتى وصلنا للنهائي القاري، فعلنا كل ما في وسعنا من أجل الوصول إلى هذه النقطة، وتبقى اللقطة الأهم في البطولة وهي الصعود إلى منصة التتويج. سنواجه فريقا قويا، أعرف الكثير عن الوداد، أمتلك صداقات كثيرة فيه،
هو نادي كبير ويسعى للتتويج باللقب الأفريقي، لذا ستكون مباراتنا معه صعبة كما كان الحال في مباراة الرجاء المغربي بربع نهائي البطولة. نركز على مباراة النهائي وليس على ملعب النهائي. احتشد مشجعو ليفربول في المدينة الإنجليزية للاحتفال بحصد فريقهم بطولتي كأس الاتحاد والرابطة بعد انتهاء الموسم الحالي. هذا وتواجد محمد صلاح وزملائه بالفريق في حافلة مكشوفة لمشاركة الجماهير الاحتفال بالبطولتين، وذلك بعد يوم واحد من خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسبانية. استقبلت جماهير ريال مدريد فريقها العائد من العاصمة الفرنسية باريس بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخ النادي. كانت بعثة ريال مدريد قد عادت العاصمة الإسبانية مدريد، وخرجت الجماهير للاحتفال مع فريقها بلقب دوري الأبطال. نهاية جولة التاسعة مساء، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية بمحافظة الوادي الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة. القوات المسلحة تعلن مقتل 10 إرهابيين والقبض على آخر في شمال سيناء والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر. وزيلينسكي يقيل رئيس أجهزة الأمن في خاركيف، والاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات سادسة على روسيا. وفي الختام، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلي همام مجاهد. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.